بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعرف العام الخاص للانطلاقه ديال الفريق يعني كانت يوم 25 اوت في ظروف نوعا ما صعبه، تقولوا انه يعني شكروا يعني السلطات المحليه على راسهم يعني والي ولايه عيد موشنت ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير شباب الرياضه المرافقه تاعهم للفريق وتوفير يعني ظروف العمل الشيء اللي يسمح للفريق باش يبدا تحضيرات، تقولوا انه كانت يعني متاخره ولكن الفريق يعني حضر لهذه البطولة. نتأسفوا يعني الانطلاقة اللي ربما كانت نوعا ما انطلاقة متعطرة مش كما كنا نتمناو، خاصة يعني في الجولتين الأوليتين، ولكن هاد اللاعبين يعني في المباراة الأخيرة ضد رائد القبة إن شاء الله تكون هذه الانطلاقة يعني الحقيقية للفريق وتأكيد يعني هذه النتيجة ابتداء يعني من هذه الجولة ضد مولودية سعيدة. نتمنى ان شاء الله يعني الانصار تاعنا يكونوا اوفياء يعني الفريق تاعهم كما شفنا يعني في الثلاث مباريات، خاصه يعني في المباراه الاخيره وين نقلوا معنا العاصمه وساندونا بقوه. نتمنى ان شاء الله يكونوا في الموعد يوم الجمعه ان شاء الله، ونوعدهم ان شاء الله باش نحققوا لهم يعني اول انتصار داخل مبارك بوسيف واول انتصار للفريق يعني في هذه البطوله ان شاء الله، ويكون يعني بدايه لسلسله ان شاء الله اللي تخلي الفريق يلعب بطوله بامان وبكل ارتياح ان شاء الله.